السلام عليكم متتبعي جريدة أشواق تيفي. اليوم خرجنا للشارع باش نسولوا الناس على آراء ديالهم في الماتش اللي غادي يكون مع الثمانية ما بين المغرب والأرجنتين. خليكم معنا أجي نسمعوا الآراء الناس. أنا بالي ياكلوا شي قتلة وداك ميسي غنمشيو لديك السباليون غنقصدوه ياكل شي قتلة تاهو. إيوا صافي هادشي اللي بالي قدام ليارونس. غيكون الماطش غيكون زوين، غيكون شويه غيكون تزير في الماطش، غيكون المنتخب حنا كنتمنوا ليه ان شاء الله التوفيق ونتمنوا ليه النجاح وشكرا. القضيه ديال ميسي ما غاديش يجي يعني، والناس اللي خداو ليبي بثمن كبير وتصرفات فيه اموال كبيره على مقابله اللي ما ساويهاش، يعني كنا نستثمروها في مقابله اللي تنفع للمنتخب الوطني، يعني كنا نلعبوا مع منتخبات اللي نستافدوا منها لان مقبلين على كاس افريقيا، لان هذه دعايه اكثر ما هي منافسه في كره القدم. يعني انا ما ماشي مع هذا الماتش هذا. يعني كي كيقولوا يعني اليوم ما كاينش ميسي، غنخلقوا الحدث ونديروا مفاجاه. هما ما عندهم ميسي، حنا عندنا زياش، زياش ما كاينش، يعني داك يعني كي كيقول لك لا ميم شوز، بحال زياش بحال ميسي لا ميم شوز، يعني يقدر فهمتيني، يقدر ناس اخرين كيشوفوا ان ميسي يعني هذاك اللاعب الخارق هذه، ولكن حيت هذا عربي ومسلم وهذه ما عطاوش هذيك القيمه الكافيه، ولكن ان شاء الله زياش جاي في الطريق، ميسي راه شرف صافي الله يجعل شرف. ميسي ملي خدا الفلوس وما غاديش يجي؟ وميسي هذاك ما غنقدر نقول لك واحد الكلمه، هذاك السيد لا علاقه به، واش يطلب الفلوس باش المغرب، المغرب عندنا حنا زوين، علاش يقول هو هذاك الهضره كاع بالله ان حنا ما نتصورش معاهم ما غنديرش معاهم، علاش؟ علاش ما غنتصورش معاه؟ اشنو هو شكون هو؟ واش غنقول لك الكلمه اللي غنقول لك، كنتمنى المنتخب ديالنا يكون على المستوى ديالنا ويكون زوين وغيطلع ان شاء الله في المستوى. علاش ما كتحملش ميسي؟ ميسي في تكبر، يقدر كريستيانو يكون احسن منه، ماضي بزاف، هو في واحد النقطة عنده هو ملي كيكون كيلعب كيدفل، شنو هذاك الدفا كيدفل على الكاميرا نعلو كيدفل حتى على الجمهور ديالو على كلشي، وما ماشي في المستوى ديال الكرة هذاك. أنا كنفضل نلعبوا مع منتخبات إفريقية اللي تكون في نفس المستوى ديال المنافسة اللي مقبلين عليها كمواطن وكرياضي مغربي. نظرك شكون غيفوز في هذا الماتش؟ انا كنتوقع فوز المنتخب الارجنتيني، وغنكونوا واقعيين وما غاديش نبداو بلغه الخشاب، او لا يقدر المنتخب ديالنا عندنا لاعبين في اوروبا كيلعبوا تما في اوروبا فرق كبار بحال اغلب اللاعبين ديال المنتخب الارجنتيني، ولكن الكفه كترجح المنتخب الارجنتيني. بلانش والله ما بلانات، المهم ندير داك البلان اللي قلت لك، نمشيو عند السبليون ناكل شي قتله وصافي ونشوف حالنا. حنا كنتمناو ان شاء الله المنتخب يحمر لنا وجهنا وضربونا الارجنتين، واخا حنا عزيز علينا ميسي، ولكن كنتمناو المغرب ان شاء الله يربحوا، وحنا ضد ديك الفلوس اللي عطاوهم باش يجيبوا لينا، كرهنا شكون داروا لنا غير شي مدارس شي يساعدوا الناس يديروا شي حاجه مزيانه، وكنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله. المنتخب المغربي هذه باينه فهمتيني بجداره وباستحقاق ان شاء الله، وغتكون النتيجه كبيره يعني، وغيكونوا الاهداف بزاف من كلا الطرفين، لا من الارجنتين لا من المنتخب المغربي، وان شاء الله غادي نفاجئوهم وغنوريهم المستوى ديال المنتخب المغربي وشمال افريقيا فين وصلت الكره، وباش يعرفوا ان راه ماشي غير الرجاء اللي عطات المغرب سميه في امريكا اللاتينيه، راه المنتخب المغربي تبارك الله هو عطى سميه.